فكم قتلت من أبناء الجزائر؟ مئات الألوف، لا أعني من قتلتهم من المجاهدين والثائرين عليها من عهد احتلالها لوطننا إلى الآن، فأولئك شهداء اختاروا الشهادة وسعوا إلى الموت في أشرف ميادين. أولئك لم يموتوا، وإنما اختاروا الموت جسرا إلى الجنة. وإنما أعني من قتلتهم غيلة وخداعا. لقد قتلت في الثامن من ماي ما يقارب 45,000. قتلتهم في يوم فرح العالم أجمع بانتهاء الحرب. قتلتهم وهم مستضعفون عزل. لقد لقي ذلك العدد العديد حتفه بمكيدة مدبرة من حثالات الأوروبيين العاقدين ومن ورائهم الحكومة وجنودها. أما والله، لو أن تاريخ فرنسا كتب بأقلام من نور، بمداد من عصارة الشمس، في لوح منحوت من صفحة قمر، ثم كتب في آخره هذا الفصل المخزي بعنوان مجازر سطيف وكالمة وخراطة، لطمس هذا الفصل ذلك التاريخ كله. أيها الإخوان، كلنا نعلم أن تاريخ فرنسا فيه الكثير من هذه الفصول السوداء، وأكثرها مرتبط بتاريخ إفريقيا الشمالية. ورغم ذلك، فإن هذه المخلوقة العجيبة التي تسمى فرنسا تدعي الإنسانية وتدعي العلم وتتعالى فتزعم أنها معلمة العالم وتتغنى بالحرية. ولو كانت حقا كما تدعي، لما ارتكبت المجازر البشعة في سطيف وقالمة وخراطة. أخيرا إخواني، أختم كلمتي بهذا القول: إذا كانت الأشجار تسقى بالماء فتؤتي الثمار، فإن الثورة تسقى بالدماء فتؤتي الحرية. Thank you.
أمامكم إخواني العمال، وأعلن باسمكم بصفة أمينا عاما لهذا الاتحاد لفرنسا ولكل العالم عن أهداف الاتحاد العام للعمال الجزائريين، والتي يجب أن نسعى جميعا إلى تحقيقها. ومن أهم هذه الأهداف إعطاء نفس جديد قوي لثورتنا المجيدة، ودعم صفوفها بواسطة جمع شمل الطبقة العاملة في تنظيم نقابي واحد. وأيضا من أهداف اتحادنا دفع هذه الشريحة الاجتماعية للمساهمة ليس فقط في الدفاع عن حقوق العمال المادية والاجتماعية، وإنما في النضال السياسي من أجل تحرير الجزائر. عاشت الجزائر العربية! عاشت الجزائر العربية! والهدف الثالث هو تدويل المشكلة النقابية الجزائرية، والتجنيد الفعال لكل عمال العالم من أجل تأييد قضية العمال الجزائريين المكافحين. يجب أن يسعى اتحادنا إخواني العمال وإخواني النقابيين للانضمام إلى الجامعة العالمية للنقابات الحرة، والتي سنجد فيها منبراً لتبليغ صوتنا إلى الرأي العام العالمي. كما يجب أن يسعى اتحادنا إلى تأسيس فروع في كل من تونس والمغرب وفرنسا، وأن يكون لنا نشاط كبير وهام في المجال الدولي للتعريف بالحركة النقابية الجزائرية ومشكلة الحرب في الجزائر، وكسب تأييد عمال العالم إلى كفاح العمال الجزائريين والشعب الجزائري. تفضل. أعتذر لإزعاجك سيدي، ولكن هاتفني طبيب مصر أن يجري معك لقاء صحفي. طبيب صحفي؟ من يكون؟ الدكتور شولي. الدكتور شولي، نعم أعرفه حق المعرفة، هو والأستاذ مندوز مسؤولان عن الضمير المغاربي. اتصلي به وأخبريه بأني موافق على إجراء الحديث معه. ومتى تريد أن أحدد له الموعد؟ وأين تحب أن يكون اللقاء؟ بداية أود أن أشكركم على حسن الاستقبال، واسمح لي أن أبدأ بطرح أسئلتي حتى لا أضيع وقتكم في حديث بعيد عن قضايا العمال الذين نذرت نفسك للدفاع عن حقوقهم. شكرا لك، تفضل دكتور. السيد عيسى تدير، الأمين العام للعمال الجزائريين، ما هي الأسباب التي دفعتكم لتأسيس نقابة جزائرية جديدة؟ أولاً أحب أن تعلم بأن الاتحاد تكون بفضل إرادة وكفاح العمال الجزائريين الذين قرروا أن ينهوا الاستغلال والنظام الاستعماري وتعويضه بنظام ديمقراطي واجتماعي. وجواباً على سؤالك أقول إن من أهم الأسباب التي دفعتنا إلى تأسيس هذه النقابة الحاجة الماسة إلى نقابة وطنية حرة تسعى إلى تثقيف العامل الجزائري نقابياً وتدافع عن حقه المسلوب. هل وجود هذا الاتحاد قانوني في الجزائر وكذلك في فرنسا؟ الاتحاد تكون بعد انعقاد مؤتمر في الجزائر بتاريخ 24 فيفري سنة 1956 على يد مؤسسات مدينة الجزائر، وهو يعتبر حلقة متصلة بين الحركة الوطنية والحركة النقابية. السلطة المركزية تضم كل الجزائريين باستثناء الفرنسيين. وما هو موقفكم من الاتحادات النقابية المركزية الفرنسية؟ موقفنا وعلاقتنا معهم تحددها مواقفهم من مطالبنا العادلة والمشروعة. هل تستطيع سيدي أن تلخص لنا المطالب الاقتصادية والسياسية والاجتماعية؟ اقتصادنا هو اقتصاد بلاد المستعمرة. الجزائر هي خزان المواد الأولية للصناعة الفرنسية وسوق للمواد الفرنسية المصنعة. ومناجمنا، زيوتنا، قمحنا، نسيجنا، كل مواردنا تصدر بأسعار رخيصة، وبعد أن يعاد تصنيعها تصدر لنا بأغلى الأثمان
وهذا قمة الاستغلال، والعمال الجزائريون متضامنون مع كفاح الشعب من أجل حريته. Tous les rapports confidentiels dont nous disposons, monsieur le ministre, indiquent que de février à mai 1956, le secrétaire général de l'UGTA a dirigé le mouvement syndical d'une façon remarquable. Et il a pu ainsi réaliser d'importants progrès. Il fallait lui donner un semblant de liberté pour que nous puissions démontrer à ce monde qui commence à détester les guerres que le droit syndical et les lois de la République française en cours tout à fait normalement dans les départements français d'Algérie. Effectivement. Et permettez-moi de rappeler à votre Excellence que le GTA publie le journal L'Ouvrier Algérien. Et à travers cet organe, plusieurs plumes influentes, dont celle de Satidir lui-même, arrivent à distiller leurs idées et convaincre leur lectorat. Aïe, Satidir. Ce type m'agace. Je comprends parfaitement votre irritation à son égard, monsieur le ministre. Votre Excellence se rappelle certainement la première déclaration de Satidir reliée par le journal du travailleur algérien. Cet appel avait eu un grand écho dans les rangs des syndicalistes nord-africains et même partout dans le monde. Ce qu'écrit Satidir et sa bande de dévoyés dans les colonnes de L'Ouvrier Algérien et à travers ses déclarations et ses correspondances avec les syndicats du monde entier, il a réussi à distiller des informations contraires à nos intérêts et à informer sur les entraves aux libertés syndicales en Algérie. Beaucoup de gens sont convaincus de ce qu'il dit. Je comprends de vos propos que si nous laissions la situation telle qu'elle est maintenant, Aïssat pourrait éventuellement renverser les rapports de force et retourner l'opinion publique contre nous. Absolument, monsieur le ministre. Cependant, pardonnez-moi de vous dire que votre Excellence leur a trop lâché la bride au point où ils ont outrepassé leurs limites. Qu'est-ce que vous attendez alors? J'attends vos ordres, monsieur. Il faut les matraquer sans pitié. Il faut saisir le prochain numéro de leur journal, renforcer la surveillance et chercher des preuves sur leurs relations, rassembler toutes les informations sur leurs contacts. Ne lésinez pas sur les moyens. Il faut que la menace de cette peste mortelle soit endiguée avant qu'il n'y ait épidémie. Allô? Oui? Oui, monsieur le ministre. Préfet Colavré à l'appareil. Écoutez-moi bien. Je veux que vous réduisiez au silence le président de ce que l'on appelle l'UGTA. Vous voulez parler de Satidir, monsieur le ministre? Oui. J'ai reçu aujourd'hui même des rapports au sujet de ces tractations politiques épistolaires avec le secrétaire général à Bruxelles. Il a également protesté à travers la presse et dans des correspondances au gouvernement français contre la répression en Algérie. Il m'accuse, moi, de refuser les solutions politiques pacifiques, de pratiquer la répression et de combattre les libertés syndicales. Ces allégations sont dangereuses et gênent ma mission en Algérie. Cela me fait mauvaise publicité à l'échelle mondiale. Combattre cette escalade peut être long et difficile. Les travailleurs de tous les secteurs ont rejoint les rangs de l'UGTA. Certains délégués ont obtenu 72% des voix. À la guerre comme à la guerre, il faut annuler toutes les élections et suspendre toute relation avec cette organisation. Vous m'avez compris? Oui. Oui. Parfaitement, monsieur le ministre. Sabah al-khair. Sabah al-khair. Ida samahti, ahdiri li sari'an ila maktabi finjana qahwatin wa jarida al-amil al-jazairi. Asifa sayyidi, laqad tammat musadarat al-jarida. Madha qulti? رجال الأمن بأمر من المحافظ اقتحموا المطبعة وصادروا العدد قبل توزيعه وقاموا بتخريب المطبعة وإحراق كل ما كان بداخله. ومن أخبرك بهذا؟ السيد بوالا، وترك لك هذه الرسالة فيها تفاصيل ما حدث. تفضل. أهلا
هذا الفاسق لاكوست مصمم على تصعيد القمع وارتكاب الجرائم في حق شعبنا، ولا يعلم أننا لم نصمت قبل أن يغادر آخر جندي فرنسي أرض الجزائر. اليوم بأمر من محافظ الجزائر مصادرة العدد الصادر من جريدة العامل الجزائري فمن يبرر لنا هذا القمع الظالم؟ من يبرر لنا خنق حرية التعبير؟ هل لأننا قمنا بمناسبة أول مايو بنداء عمال بلادنا لإحياء ذكرى هذا التاريخ الهام في تاريخ الحركة النقابية الدولية؟ هل ما قمنا به يعد جريمة سيد لاكوست؟ نحن نطالب بالسلام في الجزائر. الحكومة الفرنسية ترى بأنه أمر طبيعي أن يتحدث كل العالم عن القضية الجزائرية، ولكن كلامنا نحن المعنيين في هذا الأمر يعد جريمة، وليس لدينا الحق في الكلام أو الدفاع عن قضيتنا العادلة. إن الثورة أقيمت في بلادنا ونريدها أن تكون في صالح العامل الجزائري. نريد للطبقة العمالية في الجزائر أن تعرف التقدم والديمقراطية، تحديد المواقف، توضيح المشاكل، يعني المشاركة في خلق جو من الثقة ويضع نهاية للأحداث المؤلمة في البلاد، وهذا ما يريده الشعب الجزائري والفرنسي. ووجه السيد عيسات دير السكرتير العام للعمال الجزائريين انتقادات حادة للوزير الفرنسي لاكوست. هذه الانتقادات أغضبت الوزير، واختتم عيسات دير مقاله إن السيد لاكوست أضاف بتصرفاته القمعية الأخيرة إلى سجله أخطاء كبيرة، ويبدو أن السيد لاكوست حين فكر بإلغاء مركزيتنا نسي أن خطواته هي استفزاز للكونفدرالية الدولية للنقابات الحرة التي أعلنت بأن قلوبها مع آلاف العمال الجزائريين الذين قرروا العمل من أجل تطور العمل النقابي الحر وتأسيس مجتمع قائم على الحرية والديمقراطية. ولقد أثارت تصريحات السكرتير العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين ردود أفعال مختلفة واتجاهات ومواقف للرأي العام العالمي الذي بدأ يشتكي من الحروب الاستعمارية المغلوط فيها تاريخياً. Le président du conseil, M. Mollet, m'a téléphoné hier de Paris. Il veut connaître la situation en Algérie. Il m'a informé que des voix commencent à s'élever à Paris. Il m'a également appris que la Confédération internationale des syndicats s'est mise à diffuser des informations alarmistes. Excusez-moi de vous le dire franchement, M. le ministre, mais cet Idir est un combattant redoutable et farouche. Je comprends. S'il n'était pas un combattant farouche, il n'aurait pas pu convaincre la Confédération internationale des syndicats à se mettre du côté du droit du travailleur algérien. Celle-ci s'est mise à envoyer une commission venue tout droit de Bruxelles pour enquêter en Algérie. Je leur ai dit qu'il s'agissait d'un problème interne et que l'envoi de cette commission était une ingérence dans les affaires de la République française. العامل الجزائري سيكون حامل الكلمة عن الأمنيات العادلة للطبقة العمالية، وسيكون المترجم الموثوق به لظروف المشكل الجزائري، ويعبر في كل مرة عن مشاعره العميقة تجاه الأحداث المؤلمة التي يمر بها بلدنا.
ألم تنتهي بعد من كتابة مقالك؟ ما زال أمامي بعض الوقت، هل نام الأولاد؟ تسأل وكأنك لا تشعر بمرور الوقت. الساعة الواحدة بعد منتصف الليل. ولماذا أنت ما زلت ساهرة إلى هذا الوقت المتأخر؟ قلقي عليك، خوفي مما قد يحدث لك هو الذي يطرد النوم من عيني كلما حاولت أن أغمضهما. ولماذا خوفك؟ وكيف لا أخاف وزوجي وأبو أولادي رجل مستهدف مهدد بالسجن والموت؟ أنت تبالغين في مخاوفك. مخاوفي لم تأتي من العدم. كم من مرة سجنت وتعذبت بسبب ما تكتب؟ وماذا تريدين أن أفعل؟ أرفع الراية البيضاء، أكسر قلمي وأستسلم؟ لم أقل هذا، رغم أني قد بدت أخشى أن قلمك قد يجلب لك ولي ولأولادنا مصائب قد لا نستطيع احتمالها. قلمي هذا يا الطاوس هو البندقية التي تطلق الرصاصات المميتة في قلب السياسة الاستعمارية، هو الذي أدافع به عن المساكين الباحثين عن رغيف خبز يأكلونه بكرامة وشرف، هو الذي أدافع به عن وطن الجزائر، عن العمال المستضعفين، هو الذي يفضح سياسة فرنسا التي تمص دماء إخوان العمال. إني حقيقة متعجب كيف يخيفك هذا القلم يا الطاوس. ما يخيفني هو أن يغدر بك، أن يقتلك. دمي ودمك ودم أولادنا ليس أعز ولا أغلى من دماء الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم من أجل حرية الجزائر. تذكروا دماء الجزائريين التي أريقت في سبيل فرنسا في حروبها الاستعمارية التي أذلت بها رقاب الأمم. الحكومة الفرنسية مجرم، مجرم. أين أخذ زوجي؟ أين؟ أقول سيدي إنها تهم مزيفة، شهادات ضباط الشرطة التي أدلوا بها أمام محكمتكم كاذبة. لقد اعترفنا كلنا بانتمائنا إلى الحركة النقابية وهذا شيء يشرفنا.